أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الحسرة الندامة، والآية تتحدث عن يوم القيامة. من الحسرات التي تقع يوم القيامة يرى الرجل الممسك للمال ماله بيد مورثه، من ورثه، وقد أنفقه في طاعة الله، فيرى يوم القيامة مالا تركه وقد قبضه وأبى أن ينفقه في سبيل الله، فورثه من ورثه من أبنائه من بناته من بعض قرابته فأنفقوه في سبيل الله، فيرى الكرامة التي نالها هؤلاء بماله الذي خلفه لهم، فأي حسرة تصيبه يوم ذاك. ومن الحسرة أن يرى الرجل من خوله الله أن يعمل عنده كمن يكون سيداً ولديه مملوك، ويكون ملكاً ولديه أجراء، ويكون ثرياً ولديه من يعمل عنده، وهم مستضعفون في القصر، في المنزل الواسع، في العمل، في المصنع، في المتجر، في المكان الذي أنت تملكه، وأنت تراهم أجراء، ما يسمى بين قوسين في لغتنا الدارجة عمال، وأنت يومئذ ترى أنك أفضل وأكمل وأجل منهم، فتراهم يوم القيامة وقد ألبسوا من الحلل وأعطوا من الكرامة ما أنت محروم منه، فيقول ذلكم المتحسر قد كنت لا أرى لهم فضلا، وكنت أرى أنني أكمل منهم عقلا وأفضل منهم حالا، لكنهم قضوا أيامهم حتى وهم يعملوا معك قضوها في طاعة الله، قضوها في رحمة الله، قضوها وهم يسألون الله، ومع ذلك لم يقع منهم شيء يقصرون به عن قيامهم بعملك، وإلا ما نالهم تلك الكرامة حتى تصيبك منهم تلك الحسرة. وقال بعض العلماء وقد يرى الرجل يوم القيامة رجلا أعمى كان في الدنيا، فيرى ذلكم المبصر ذلك الأعمى وقد رد له بصره ورفعت له كرامته، فيقول هذا وهو لا يبصر كان يعبد الله ويطيعه ويرجوه ويدعوه، وأنا كنت أبصر وأرى أن فيه نقصا وفيه زيادة وله مذلة ولي كرامة، واليوم أجد الأمر خلاف ما كنت أحسبه في الدنيا. هذا من معاني قول الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. والعاقل لا يمكن أن يقبل وما زال في دار عمل أن يكون منه خوف من أن تناله حسرة يوم القيامة. ثم قال الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الساخرين بمن؟ بأولياء الله، بالمؤمنين. قال قتادة رحمه الله: ما كفاهم أنهم كفروا بالله حتى سخروا بأوليائه، ما كفاهم أنهم كفروا بالله حتى سخروا من أوليائه أو بأوليائه. ولهذا مما يحفظك الله به ألا تتعرض لأولياء الله، فإن قلت من هم أولياء الله فإن الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله أخفى أولياءه في عباده فلا تدري أي عبد لقيته هل هو ولي لله أم لا. والمراد أن تسلم بلسانك بقلبك من الخوض في أعراض الناس. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، أي أن لي رجعة فأكون من المتقين، فيخبر يوم ذاك أن الحجة أقيمت والمحجة وضعت. قال الله جل وعلا: فكنت من المتقين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. قال ربنا: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ثم أخبر الله جل وعلا عن سبيل النجاة فقال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يبقى